اهلا باصحاب رحلتنا السعيده، واهلا باصحابي اللي معايا النهارده، وحكايه جديده من حكايات ماما سامح. حكايتنا النهارده هنروح فيها المكان جميل جدا. اللي عايشين في المكان ده يمكن نكون شفنا بعض منهم لو زورنا مثلا حديقه الحيوانات او شفناه في التلفزيون. النهارده هنروح لمملكه الطاووس. شوفوا دي ريشه الطاووس، حد فينا قبل كده شاف طاووس؟ الطاووس شكله بيبقى جميل قوي، واكتر حاجه بتميزه يعني بتخليه مختلف عن بقيه الطيور ديله الجميل، وساعات يفرد ديله يبقى عامل زي ايه بقى؟ زي المروحه بالظبط. في مملكه الطواويس او مدينه الطواويس، الملك قال انه هيعمل اجتماع يجمع كل الطواويس اللي في المملكه. جمعهم وقال لهم انا عيد ميلادي قرب، وقررت ان انا يوم عيد ميلادي هختار واحد من الطواويس يبقى هو الامير، بس على شرط اللي هختاره يبقى الأمير لازم يكون مختلف. يعني إيه مختلف؟ قال لهم كل واحد فيكم يفكر ويشوف إزاي هيبقى مختلف عن التانيين. يا ترى بقى إزاي كل واحد يبقى مختلف عن التانيين؟ هنشوف. الطاووس بطل قصتنا طاووس صغير وطيب وجميل ومش بيفكر أبداً يبقى الأمير. مشي الطاووس، مشي وخرج بره المملكة، وخرج يتفرج على الناس وعلى الشوارع، لقى راجل طيب عجوز حطاب. عارفين الحطاب ده بيعمل ايه يا ولاد؟ ده اللي بيقطع الايه؟ الاشجار. ونعمل من خشب الاشجار ده بقى حاجات كتير قوي، زي الحاجات دي مثلا نعمل ترابيزات، نعمل كراسي، نعمل ابواب. الحطاب العجوز كان قاعد تعبان وعمال يقول الدنيا حر قوي، انا مش عارف اعمل ايه في الحر ده، مش قادر حتى امشي. الطاووس فكر وقال انا لازم اساعد الراجل الطيب العجوز ده، بس أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ إزاي بقى ممكن يساعد الطاووس الراجل الطيب ده؟ تفتكروا ممكن يعمل إيه؟ ممكن يعمل له إيه؟ ساعد. يعمل له إيه؟ ساعد. يساعده؟ الطاووس أخذ ريش من الريش بتاعه وعمل له مروحة وإداها له. الحطاب الطيب قال له إيه ده؟ إيه المفاجأة الحلوة دي؟ إيه المروحة الحلوة دي؟ الله، الهواء بتاعها حلوة قوي، بس أنت كده شلت من ديلك كتير قوي يا طاووس. قال له مش مهم، المهم ان انا اشوفك مرتاح ومبسوط. لما شفت ضحكتك وابتسامتك دي انا حسيت ان انا مبسوط انا كمان. حلو اللي عمله الطاووس ده؟ يعني حاجه جميله؟ جميله جدا. يعني هو شال الريش بتاعه وعمل منه مروحه، ده كويس؟ كويس. احنا ممكن نساعد حد كده؟ ممكن؟ طيب مشي الطاووس تاني، سمع صوت بنت بتقول ايه؟ يا عيد ميلاد ماما قرب، وانا بعمل لها شنطه حلوه كده بخيطها لها من القماش، بس كان نفسي ازوق الشنطه بحاجه. يا سلام بقى لو عرفت اجيب لها مثلا ورده حلوه، ريشه كده من ريش الطاووس اللي بشوفه، يا ماما تبقى فرحانه قوي. طيب الطاووس بقى ممكن يعمل ايه هنا؟ يعيديها ريشه. فعلا الطاووس راح شايل ريش من الريش بتاعه وقدمه للبنوته وقال لها ايه رايك بقى؟ انت عايزه تعملي لماما شنطه هديه، ودي هديتي انا كمان لمامتك. قالت له ايه ده؟ معقول؟ قال لها ده ريش من الريش بتاعي، وانت عايزه تزوقي لماما الشنطه، خدي الريش ده حطيه على الشنطه عشان ماما تتبسط منك وتبقى مبسوطه في يوم عيد ميلادها. يا سلام يا طاووس، انت قد ايه طيب وقد ايه عندك كده انسانيه. يعني ايه انسانيه؟ يعني بتحس بالناس. لما تلاقي حد محتاج مساعده وانت تقدر تساعده ساعده. طيب مشي تاني الطاووس مسافة طويلة، لقى بقى كل الطواويس واقفين. اللي عمال يحط في الريش بتاعه ورد، واللي عمال يحط في الريش بتاعه فصوص كده ملونة، واللي عمال يحط في الريش بتاعه كده بقى إيه أحجار جميلة شكلها حلو، كل واحد واقف يزوق الريش بتاعه والديل عشان يبقى هو إيه؟ الأمير. شافوه كده قالوا له إيه ده؟ شكلك بقى عامل كده ليه؟ إيه اللي حصل لك؟ قال لهم ما حصليش حاجة. قالوا له لأ، أنت مش ممكن تبقى الأمير. انت مش شايف ديلك حصل له ايه؟ انت ديلك خلاص بقى فيه شويه صغيرين قوي من الريش، لكن احنا شكلنا حلو، كل واحد فينا حاول يزوق الريش بتاعه بحاجات جميله، اكيد اكيد واحد فينا هيبقى امير الطواويس. طبعا اللي شكله احلى هيختاروا الملك. الطاووس ضحك وقال لهم ايه؟ ما يهمنيش ابقى الامير، ما يهمنيش. مشي الطاووس شويه، سمع صوت ولد عمال يعيط. ايه ده؟ ده صوت ولد بيعيط، يا ترى في ايه؟ سكت شويه كده، سمع الولد بيقول لمامته أنا
انا هيجي العيد وانا يا ماما كنتي وعداني اروح جنينة الحيوانات واتفرج على الطاووس، بس دلوقتي انا تعبان وعيان مش هقدر اروح الجنينة. كان نفسي قوي قوي اشوف الطاووس، وكان نفسي قوي اخد صورة مع الطاووس، هشوفه ازاي دلوقتي؟ ماما تقول له معلش هتخف يا عمر، بكرة ان شاء الله تاخد الدواء وتخف وبعد كده اوديك جنينة الحيوانات. عمر برضو لسه زعلان وبيعيط. الطاووس سكت كده وبص لقى جنبيه بحيرة صغيرة، عارفين بحيرة دي مكان فيه المية. بص في البحيرة قال ايه ده، انا صحيح شكلي ما بقاش حلو خالص، يعني لو الولد شافني مش هيتبسط. الولد عايز يشوف الطاووس اللي بيشوفه في التلفزيون، بيشوفه في الصور اللي هو ديله ايه بقى، جميل وكبير، ولما كده يعملوا مروحة يبقى شكلها حلو، لكن انا ديلي خلاص ما عادش فيه حاجة غير حبة صغيرين قوي. طب اعمل ايه اعمل ايه؟ ينزل المية. أحسن حاجة أروح لملك الطواويس اللي هو أجمل طاووس فينا وأقول له لو سمحت ممكن أجيب لك الولد، أو أنت تروح عند الولد تتصور معاه عشان يبقى مبسوط في العيد. مش دي فكرة حلوة؟ حلوة. إن هو بيفكر يسعد الولد العيان اللي مش هيقدر يتفسح في العيد؟ خلاص أنا فعلا هعمل كده، الطاووس قال كده. تاني يوم هو كان اليوم اللي الملك حدده عشان يحتفل بعيد ميلاده ويجمع كل الطواويس ويختار ايه بقى؟ الأمير. كلهم بقى واقفين مستعدين، وكل طاووس فيهم بقى فارد الريش بتاعه كده وهو مبسوط ويقول يا سلام انا احلى طاووس فيهم. دول حاطين كده حاجات بسيطه، لكن انا حاطط ورد كتير وورد الوانه حلوه. طاووس تاني حاطط احجار كده ملونه، قال انا الوان احجاري بقى لما شعاع الشمس هينزل عليها هتبقى كده بتلمع وتخلي بقى الملك يقول بس هو ده الطاووس اللي انا هختاره الامير. واحد تالت حاطط بقى كمان حاجات ريش كمان ملون جوه الريش بتاعه عشان شكله يبقى احلى، يبقى الريش بتاعه اكتر من بقيه الطواويس. كل واحد فيهم واقف ومستعد الملك هيختار مين فيهم. دخل الطاووس صاحبنا عدى في وسطهم، كلهم قالوا له انت ايه اللي جابك هنا؟ انت ازاي جيت هنا؟ هو انت متخيل ان الملك هيختارك؟ قال لهم انا مش جاي عشان الملك يختارني. طب هو بقى كان رايح ليه؟ عشان ايه؟ يصور. عشان ايه؟ يصور. عشان الملك يروح للولد ويصور معاه، الولد العيان ويتصور معاه. الملك شافه حقيقي استغرب، قال له يا جلالة الملك انا بعتذر، انا مش جاي النهارده عشان ابقى في المسابقه بتاعت امير الطواويس، انا جاي عشان اطلب من حضرتك طلب. الملك قال له اتفضل. قال له ممكن حضرتك بس تيجي معايا عند الولد العيان تتصور معاه؟ قال له بس ده اللي انت عايزه؟ قال له اه. قال له طب انت ريشك راح فين؟ الطاووس حكى للملك كل اللي حصل له. اول واحد اداله ريش بقى كان مين؟ كان الحطاب العجوز اللي كان حران. وتاني حد اداله ريش كان مين؟ البنوتة اللي بتزين الشنطة عشان عيد ميلاد مامتها. الملك قال له انا هاجي معاك عند الولد بس بعد ما اعلن نتيجة الاختيار أمير الطواويس. كلهم بقى واقفين مستنيين. طب أنا هسألكم سؤال قبل ما أقول لكم الملك عمل إيه، تفتكروا الملك هيختار مين؟ هيختار اللي ساعد. هيختار مين الملك؟ اللي اختار اللي ساعد. الله، أنا مبسوطة منكم قوي. فعلا يا أصحابي الملك سكت كده وقال أنا خلاص اخترت أمير الطواويس. كل واحد بقى في اللي واقفين مبسوط وعمال إيه يستعد إن الملك يشاور عليه. الملك شاور على الطاووس صاحبنا، كلهم يبصوا. الملك شاور صح، اه انت. الطاووس يقول انا؟ يقول له ايوه انت، تعال. قرب الطاووس وقال له انت امير الطواويس. انا سعد؟ اه. كلهم قالوا له ازاي مش ممكن؟ قال لهم انا لما قلت لكم الشرط قلت لكم انا عايز امير الطواويس يبقى مختلف، مش لازم يكون مختلف في شكله، مختلف في تصرفاته، مختلف في طبعه. الريش اللي الطاووس ضحى بيه يعني اداه للناس اللي كانت محتاجه او الناس اللي عايز يبسطها هيطلع له بداله ريش جديد، لكن اهم حاجه قلبه، قلبه اللي كله حب لكل الناس واللي عايز يسعد كل الناس. مش كل واحد عنده القلب ده، لكن كل واحد فيكم عنده الريش ده، يستحق ولا لا يبقى امير الطاووس؟ يستحق فعلا. الملك اختاره وقال له انا من النهارده اعتمد عليك لان انت عندك صفات ما لقيتهاش في أي طاووس تاني من اللي موجود في مملكة الطواويس. الطاووس الحقيقة فرح جدا وقال له أنا عمري ما فكرت أبقى الأمير يا جلالة الملك،
قال له بس انت الوحيد اللي تستحق تبقى الامير، لان الامير لازم يكون عنده مخلص. انسانيه وعنده عطاء وعنده تضحيه، وانت عملت كل ده يا طاووس من غير ما حد يطلب منك. كل اللي ساعدتهم ما حدش منهم طلب منك انك تساعدهم، لكن انت من نفسك ساعدتهم. حسيت ان هم محتاجين مساعده ساعدتهم، فعشان كده انا اخترتك انت تبقى امير الطواويس. وفعلا يا اصحابي الامير يوم بعد يوم الريش بتاعه طلع تاني، وبقى عنده ديل جميل زي ديله الاولاني، وكان مبسوط جدا انه قدر يساعد ناس، وقال لو حد تاني محتاج اني اساعده هشيل تاني برضو الريش واديهوله عشان يبقى مبسوط وسعيد. دي بقى كانت قصتنا النهاردة عن امير الطواويس. مين عجبته القصة؟ أنا. أنا. طب إيه اللي عجبنا في القصة؟ اللي هو ساعد اللي هو ساعد الناس كلها، وإنه ما فكرش في نفسه بس، أيوة فكر في الناس اللي حواليه، وإنه كمان ما اهتمش بس بشكله، مهم شكلنا يبقى حلو بس الأهم الناس تفرح. بالظبط، مهم شكلنا يبقى حلو بس الأهم تصرفاتنا هي اللي تبقى إيه؟ حلوة. حلوة. هي تصرفاتنا هي اللي بتخلي الناس تحبنا أكتر من شكلنا. ممكن حد يبقى شكله جميل وحلو بس لما نقرب منه نلاقي تصرفاته مش حلوة. يعني الشكل هو كل حاجة؟ لا. المختلف في أخلاقه، في طباعه، في إنه دايماً بيعمل الحاجات الصح، الحاجات اللي تخلي الناس تبقى مبسوطة منه. أصحابي الحب مش بالشكل، الحب بالقلب. بالظبط، بالقلب. أصحابي دي كانت قصتنا النهاردة عن أمير التواويس. أتمنى تكون عجبتكم، وأشوفكم في حكاية جديدة من حكايات ماما سبحة.